وبشأن تكرار القصف الإسرائيلي على مطار حلب وعدد من الأهداف المتمركز بها الميليشيات الموالية لإيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العميد حاتم الراوي. أهلا بك معنا سيادة العميد. أهلا، حياكم الله سيادة العميد. يعني قصف إسرائيلي على مطار حلب للمرة الثانية في أقل من أسبوع، كيف تقرأ هذا الاستهداف وهل له علاقة بتجدد رحلات طيران الشحن الإيرانية إلى حلب؟ سلامي لك أستاذي الكريم والأستاذ المشاهدين الكرام. بالنسبة لقصف مطار حلب للمرة الثانية خلال أسبوع، فهذا يعني تعودنا نحن على القصف الإسرائيلي لأهداف إيرانية داخل سوريا، لكن بهذه الطريقة وهذه المواظبة على نفس المكان أستطيع أن أقول أن هذه حالة جديدة. الذي حصل تعلمون جميعا ويعلم المشاهدون أن طائرة إيرانية كانت محملة حتما بأسلحة، يعني لأنه هي طائرة شحن مدنية، وقصف المطار قبل وصولها إلى دائرة المطار، وهذه بالمرة الأولى، ومنعت الطائرة لم تتمكن من العبور. المرة الثانية كانت طائرة إيرانية أيضا قد هبطت في المطار، وبعد 10 دقائق من هبوطها قصف المطار بصاروخين بالأول، ولم يقصف بالقصف الأول نفس المطار، قصفت مستودعات أسلحة قريبة جدا من المطار، ثم تلا ذلك 3 صواريخ قصفت مدرج المطار. هنا يعني السؤال انه لماذا مطار حلب؟ انا اقول لك لماذا مطار حلب وفي هذه الاونه بالذات. كانت الطرق البريه مؤمنه اكثر من ذلك. في العراق كانت الاليات الايرانيه تسير مؤمنه 100%. لكن بعد اشتعال الشارع العراقي ضد ايران لم تعد إيران آمنة على مثل هذه الأرتال أو الآليات أو الشواحن الشاحنات التي تحمل أسلحة إلى سوريا. أما بالنسبة لموضوع في دير الزور، فقد قصف التحالف منذ حدود 10 أيام مستودعات عياش، ومستودعات عياش مستودعات عسكرية ضخمة للجيش السوري، وشهود عيان أفادوني بأن القصف قد دمرها تدمير كامل. هذه المستودعات كانت تستخدمها إيران كنقطة تجمع وإرسال عن طريق حلب إلى جنوب سوريا، يعني لميليشياتها في الجنوب السوري ولميليشيات حزب الله في لبنان، عن طريق حلب برا وعن طريق دمشق برا أيضا. لكن بعد استهداف مستودعات عياش لم تعد هناك مستودعات قادرة على استيعاب مهربات إيران من الأسلحة إلى داخل سوريا، فلجأت لاستخدام مطار حلب. ضرب مطار حلب على هذا الأساس. والسؤال يأتي هنا أنه لماذا لا تهبط الطائرات، تعود وتهبط في مطار دمشق الدولي؟ هذا الكلام، لم تعد الطائرات الإيرانية، ليس بسبب فني، علما بأن مطار دمشق لم يجهز حتى الآن التجهيز الكافي لجعله مطارا دوليا، هو جهز كمطار يعني مثل المطارات الاحتياطية. يعني هنا السؤال، نعم سيادة العميد، هنا السؤال اللي ربما يعني أيهما الأغرب، هل هو كثافة القصف الإسرائيلي في هذه المدة القصيرة خلال أسبوع قصف مطار حلب مرتين، أم هو الإصرار الإيراني على استخدام المطارات لأغراض أو استعمال المطارات المدنية بطبيعة الحال لأغراض عسكرية؟ لا، هذا مستغرب ولا ذاك مستغرب. الحالتين أصبحت أمر واقع، لأنه قلت لك أن الطرق البرية أصبحت غير مؤمنة وخاصة في العراق، لذلك لجأت إيران إلى الشحن الجوي، والشحن الجوي المطار الأفضل والأنسب بشكل كامل هو مطار حلب، لذلك استهدف مطار حلب لهذا الشغل. نعم، أيضا يعني إيران من ناحيتها لربما بدأت برفع استعداداتها في عدد من مدنها تحسبا لأي هجوم محتمل،
هل تعتقد في إمكانية توجيه ضربة عسكرية ما إلى العمق الإيراني؟ هذا ما صرحت به إسرائيل، وترك إسرائيل حرة بدون الانضمام إلى أو حتى أخذ الموافقة على الاتفاق النووي. فهو إسرائيل صرحت أكثر من مرة وخاصة في اليومين الأخيرين إنه الاتفاق إذا أي شرط توافق عليه أمريكا، وطبعا إسرائيل تعلم لماذا أمريكا الآن هي مضطرة، لأن أوروبا قد دخلها البرد وبدأت تحتاج إلى النفط الإيراني، فقد تتهاون مع إيران. لكن إسرائيل صرحت بأن أي شرط غير مناسب فإننا سنضطر إلى الانتقال إلى الخطة ب، والخطة ب معروفة هي الخيار العسكري. إذن يعني هذا القصف المتكرر له علاقة بالملف النووي الإيراني، ولكن ما هي الخيارات الإيرانية هنا؟ الخيارات الإيرانية، إيران يعني تحارب بالعقيدة القتالية الشرقية، يعني لا تأبه ولا تلتفت نهائيا على الخسائر البشرية، يعني ليس أمرا مهما لديها. لذلك هي تكرر المحاولات بشكل مستمر، وخاصة الآن لكي يعني تضغط خلال فترة انتظار التوقيع أو الأخذ والرد بالملف الإيراني، لتظهر أنها هي قوية في سوريا وميليشياتها مسلحة بشكل جيد. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العميد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لك.